الدعم احتياج، مفيش أجمل من إن حد يؤمن بحلمك وما يوقفش عند دعمك معنوياً، لا كمان يشاركك في تنفيذه على أرض الواقع ويستمد سعادته من سعادتك. ده كان حلمي من أحلامي إن أنا أفتح عربية زي دي. الفكرة بقى جت بعد ما بابا توفى وكده، عملنا فكرة المشروع. إحنا 4، 2 بيجهزوا و2 بيبقوا موجودين تحت. لانا وميرفانا قدروا يوحدوا هدفهم علشان يحققوا حلم أختهم التالتة أسماء في إنها تنفذ مشروع عربة الطعام. كانت بتشوف فيلم حمام في أمستردام، فكان نفسها قوي تعمل حاجة زي كده. فكنا الأول بنهزر بقى وبنضحك، نقولها إزاي هتعملي كده وتقفي يعني كبنت في الشارع لوحدك، مش هينفع والناس وكده والشكل العام. قلت لهم الشارع يعني هيقابلكم مشاكل كتير ودوت، بس هم صمموا على رأيهم ويكملوا مشروع بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك في عمره. القوة إنك تحول نقطة مؤلمة في حياتك لنقطة انطلاقة ونجاح. فقدان الأب شيء صعب، لكن هو ده تحديداً اللي خلق روح تحمل المسؤولية بينهم، واللي علمتهم إن دعمهم لبعض هو الحكمة من الألم ده. وفعلاً بدأنا إن إحنا يعني بعد وفاة بابا إن إحنا نفكر فعلاً في المشروع. أخذ وقت طويل وقررنا من 3 سنين كده إن إحنا نحقق المشروع على أرض الواقع. إحنا اللي بنعمل كل حاجة بنفسنا، مفيش حد يعني بيجيب مننا حاجة من شركة، أو إحنا بنعمل الكواليتي خاص بينا. يعني لازم أقف جنبيهم عشان يكملوا مشروعهم، حتى لو تعبانة لازم أقف جنبيها لغاية لما تكمل مشروعها وتقف للنهاية. فإن إحنا نفتح مشروع مع بعض كان برضو حلمنا إحنا الأربعة، إن إحنا نكون ايد واحده مع بعض وان احنا نكبر ده ونعمل حاجه ثانيه. انا طبعا مبسوطه جدا ان هم واقفين معايا واتمنى ان هم يبقوا كده معايا على طول. يعني بفتح من الصبح بتنزل الساعه 11 للساعه 1 بالليل. بشكرهم طبعا، ويعني هم مبسوطه بيهم ان هم واقفين جنبي. مو احب اقول لها ربنا يخليكي لينا ودايما معانا ومساندينا واحنا اقوياء بيها اصلا، لان هي الظهر والسند مش حد تاني. اقول لها شكرا على كل حاجه عملتيها معانا بعد وفاه بابا.